انه كان اداء جدا ايجابي خلال جلسه اليوم. سوق دبي المالي زي ما ذكرت كان ارتفاعات جيده جدا، بالرغم من كون اغلاق بنك الامارات دبي الوطني على اللون الاحمر، الا انه حتى السوق كان طالع بمستويات جيده جدا. اعمار وصل لمستويات زمان ما وصل لها، كسر مستويات 6.71 دراهم. يعني انا بعتقد حجم التداول كان على اعمار واضح جدا انه جيد جدا وممتاز. كذلك الامر فيما يتعلق بسهم شركه ارابتك اللي صار له زمان على مستويات، على نفس المستويات، وما كان في عليه اي حركه. فيما يتعلق بسوق العاصمه كان في حركه جيده على سهم شركه الاتصالات. الاتصالات مع اقتراب السنه من نهايتها دائما بصير في عمليات تجميع، البعض يعني بيحب انه يكسب الارباح الجيده وموضوع التوزيعات اللي ممكن تصير، بالرغم من انه هذا الكلام بدري عليه، احنا بنتحدث على شهر 3 العام القادم، الا انه كان في هناك حركه جد ايجابيه على هذا السهم. بعتقد كذلك الامر بالنسبه لسهم شركه الدار العقاريه اللي كان عليه تداول قوي جدا خلال الاسبوع الفائت، كذلك الامر كان في عليه حركه جيده جدا، بس هو ما كان يقدر يتحرك لانه كان مضغوط من حيث عمليات العروض الكبيره. اليوم بالرغم من كل العروض صار في عليه ارتفاعات، متوقع انه خلال الاسبوع هذا يشهد ارتفاعات اخرى. نعم، ماذا عن قطاع العقار في سوق او قطاع الطاقه في سوق ابو ظبي؟ يعني لاحظنا عمليات شرائيه قويه على سهمي الطاقه وكذلك دانا غاز، كيف ترى حركه هذين السهمين؟ يعني سهم دانا غاز كما هو معروف بتربطهم عقود مع الحكومه المصريه، وكانت في هناك تصريحات بانه سيتم تسديد او تم تسديد بالفعل جزء من هاي الالتزامات على الحكومه المصريه. بعتقد هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى السهم يتحرك في هذه الحركه الايجابيه، ومتوقع انه اذا استقرت الاوضاع وصار في هناك تسديدات اخرى على الالتزامات اللي على الحكومه المصريه، بعتقد انه ممكن يشهد هذا السهم ارتفاعات خلال الايام القادمة. طيب برجع لسوق دبي وأبو ظبي بشكل عام، المستويات التي يمكن أن نراها للسوق مؤشر سوق أبو ظبي في الفترة القريبة، يعني فينا نشوف 4000 نقطة قريبا؟ طبعا هذا هذا واضح جدا، يعني من خلال الاداء الجد ايجابي ممكن جدا. كان الجميع يتحدث على مستويات ال 3080 نقطه في سوق دبي، انا بعتقد انه المؤشر سيكسرها قريبا جدا، ممكن نشهد ارتفاعات اكثر من ذلك، ممكن يوصل لمستويات ال 3120 واكثر من ذلك في ظل احجام التداولات اللي احنا عمالنا بنشهدها. جلسه يوم الخميس كان احجام تداولات متواضعه، اليوم بالرغم من كسر المؤشر لمستويات ال 3000 في جلسة يوم الخميس كان أحجام التداولات متواضعة، خلت عند الناس نوعا ما شكوك بأن السوق ممكن يستمر. اليوم السوق أكد على موجة الارتفاعات، حجم تداول جد إيجابي مع ارتفاعات واضحة جدا على مختلف الأسهم. سيد راضي، بس بالرغم من ذلك بتوقعوا المحللين عمليات جني أرباح لا سيما من قبل الأجانب على بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات في الفترات الماضية، أين ترى حركة المستثمر الأجنبي تتجه؟ والله أنا شايف أنه في عمليات شراء من المستثمرين الأجانب، على عكس اللي بتحدث عن أنه سيكون هناك عملية تصحيحية أو جني أرباح. الواضح جدا أنه هناك شراء للأجانب على مختلف الأسهم، وبالذات الأسهم القيادية، وبالذات الأسهم اللي ممكن يكون في عليها توزيعات. يعني اللي براقب حركة السوق سيشهد انه الاسهم اللي متوقع انها تعطي توزيعات ايجابيه، اللي يكون عندها ارباح ايجابيه، هي اللي عماله بيصير عليها يعني عمليات شراء، بغض النظر عن يعني سعر السهم او عن كميه الاموال المستثمره. اعمار العقاريه، دبي الاسلامي، هاي الاسهم اللي عماله بيصير عليها يعني فوليوم عالي، بالرغم من انه سعر سهمها نوعا ما مرتفع مقارنه بكثير من الاسهم الموجوده في السوق واللي سعرها منخفض. نعم.